يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الأب إذا قام بتربية أبنائه تربية صالحة مستقيمة، فهل كل عمل صالح يقوم به هؤلاء الأبناء من صلاة وصيام وحج يكون للأب مثل أجورهم؟ هذا الداعي الذي يدعو إلى الله له مثل أجور من دعاهم إلى الله وانتفعوا به. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ومن ذلك الوالد إذا قام بدعوة أولاده وتربيتهم يرجى له ذلك إن شاء الله، ودعاؤهم فيه نص: أو ولد صالح يدعو له. نعم.